ما الواحد يكون عنده أمال إنه عم نرجع بتجدد دايم. يعني أنا ما بخلي شيء يحبطني، قد ما كنت محبطة بدي أرجع أضرب بإجري وأوقف وقفي، ما في شيء ممنوع الإحباط. أنا ميغاي جوجيكيان، فنانة تشكيلية، بس مسيرتي الفنية مش مثل كل الرسامين لأنه ما كنت أرسم أنا وصغيرة. كنت بدي أعمل طب وبحب كتير الطب، بس أنه أهلي رفضوا، فتت عملت هندسة داخلية، ومن بعدها من بعد 3 سنين اكتشفوا موهبتي أنه أنا لازم أعمل سويتش على فنون التشكيلية. كانت مسيرتي كتير مميزة لأنه تخرجنا من الجامعة وانهار الدبلوم، سمحوا لنا انه نبيع لوحاتنا وبلشنا نبيع، بلشوا الجاليريات اهم جاليريات يجوا يشتروا منا. اخر سنه جامعه بلشت اعلم بمدرسه مهنيه YMCA، وبعدين علمت بالقلبه، وبعدين سافرت وانضميت لكثير مؤسسات برا بباريس. صرت عضو بمتحف سورسو تبع فرنسا وسالون دي زانديبوندون مع الرسامين الارمن بفرنسا، وشوي شوي عبر هيدا السالون تعرفوا علي من اليابان، اجوا لجنة وشافوا شغلي وبعثوا لي ورسلوني وقالوا لي بنحب انه تنتمي معنا، وصرت مع اليابانية كمان ابرم بقى برموا لوحات تقريبا العالم كله. بلشت احصد جوايزي وانطلقت بقوة بهيدا المضمار، وبلشوا يطلبوني من برا واعرض برا وامشي مع المعارض يعني واحصد جوائز كثيره. هلا انا عندي تقريبا شي 60 70 معرض عملتهم جماعي تقريبا، و18 معرض هلا يعني فردي، وعلمت كمان بمدرسه ارمنيه هون، وبعدين هلا اهم شيء عم بعلم بالانستيتو تكنيك بوشريه. هلا انا بالانستيتو مسؤوله عن كل شيء ايفنتات ديكور، وبعلم الديكوراسيون الهندسه الداخليه سنه اولى ثانيه وثالثه. كان عندنا حضانه كمان كنت اعلمهم كل شيء رسم، كل شيء كرياتيف، يعني قصص هيك بدها شوي ابداع. هلا انا شوي كنت متاثره بويليام تورنر لان هو عنده الضوء وانا كثير بحب الضوء، وهذا الشيء واضح كثير بلوحاتي. بس انا من وقت ما بلشت جامعه خلقت يعني البروب ستايل تبعي ومشيت فيه. اهم شيء انا انطلقت بجائزه بشير جميل كنت بالجامعه، وبعدين منحه سمير ثابت، وبعدين اخذت جائزه بفرنسا FNCF، ورجعت جائزة البيينال بفلورنس سنة 2021، وجائزة بلندن مع اليابانية سنة 2003، وجائزة سنة 2022 كمان بإيطاليا بميلانو، وهالسنة حصلت على جائزة تروفي ببرشلونة. في كتير لوحات نالوا جوائز، بس أكتر شيء عنيولي السري تبع البور يلي نلت فيهم جائزة بفلورنس، لأنه أخذت وجع لبنان واشتغلت عليهم كتير، بس يعني كان وجع لبنان بس بطريقة ملونين وبألوان زاهية، لأنه كنت عم عبر عليهم أنه بالرغم من المأساة اللي نحن عشناها رح نرجع نوقف على إجرينا ونستمر، لأنه نحن اللبنانية ما في شي بيحبطنا. هلأ حالياً عم بحضر أعمال 35 سنة يعني ريتروسبكتيف لإلي، تحية لأرمينيا بمتحف أرمينيا بتشرين الأول، ومن بعده رح يكون عندي اكسبوزيسيون يعني لحالي بالحمرة.
بلشت مسيرتي الفنية بالأول لأنه أنا بنت الحرب. بلشت مسيرتي ببيروت، كان الدبلوم تبعي علم التشقق والتفسخ، وبلشت أرسم بيروت مكسرة وهيك. وبعدين سافرت على باريس، عملت بيريود تبع الماسك الأقنعة، وبعدين العودة إلى جزور، كنت عفتش على جزور الأرمنية. وبعدين بلشت سنة 2000 قعدت بتبرجة، وكتير صرت ألهمتني المدينة والبحر، بلشت أرسم بيروت عن بعيد. أنا بعبر عن انتمائي اللبناني والأرمني عبر لوحاتي، وهيدا الشيء ظاهر كتير بلوحاتي الحمر، لأنه لوحاتي وأنا كتير بحب اللون الأحمر هن بيرمزوا لأرمينيا. وبعبر عن لبنان، برسم المدينة أكتر شيء، المدينة والطبيعة، بس أكتر شيء أنا معروفة بميراي المدن، لقبوني بميراي المدن. برسم المدينة بيروت كتير بألوان فرحة. مدينة بيروت برسمها مثل ما بحلمها، هي مدينة الجمال والحلم، بألوان فرحة وضاحكة، يلي بدعي إنه الكل يعيش فيها مثل ما أنا برسمها. بتمنى تكون هيك. أكيد عائلتي كتير كانت دعمتني من الأول، خاصة جوزي كان من الداعمين الأول لإلي، وأمي وقفت حدي وقت الجامعة وكانت تساعدني. وهلأ نحن ما في حدا يعني بالعائلة عن جد بيرسم، بس الماما كانت ترسم شوي، هلأ بتقلي إنه هيدي بالجان يعني فيه، بس إنه طلعت فيه الموهبة. أنا الرسم هو عالمي، هو عالمي التاني يلي بتنفس من خلاله، هو علاج النفسي من وراء هالحالة يلي عايشينها، بهرب فيه عبر ألواني وبرسم طبيعة والمدينة، وبتصورهم أحلى من ما هن بعالم زاهي كله ألوان. الضوء عندي كتير مهم بالألوان، بطلع من العتمة للنور دايما. وعندي باللوحات إذا لاحظتي عندي الشمس، سيمبول الشمس هو مثل لوجو لإلي صار الشمس، هو انه عم نرجع بتجدد دايم. يعني انا ما بخلي شيء يحبطني، بضرب باجري وبوقف بريشتي بعبير بالوان الزاهيه الفرحه، لانه انا بطبيعتي يعني مريحه. بقول لاصحابي انه مش معقول انت بدك تضحكي، بقول لهم انه ما في حدا ما عنده مشاكل، بس انه ما لازم نخلي المشاكل تسيطر علينا، لازم يضل عنا امل وتفاؤل. هيدا الشيء انا بهرب فيه من خلال لوحاتي. النجاح هو تحقيق